مره كنا ثلاثه مكفوفين معزومين على اكل، كنت انا والشيخ محمود والشيخ منصور. فالمهم صاحب العزومه بقى حب يستنصح، فراح حط لنا الفته والرز من فوق واللحمه من تحت. فانا الشيخ محمود اول ما بيحاول يغوص بقى عشان يوصل مش عارف يوصل، فاول ما وصل بيقول لي يا شيخ حماده جناته من تحتها تجري. قلت له يا شيخ محمود خالدين فيها من بدري. بيقول لي هدخل معاك الشقه عشان لو تهت منك امسكها لك. قلت له بس بشرط لو ما عرفتش امسكها همسكك انت. هو الشيخ ابو الحسن لما سالك وقال لك انا عايز اجوزك قلت له ايه؟ قلت له بس اشوفها ما اضمنكش. قال لك ايه؟ قال لي طب انا اتصرف ازاي في القصه دي؟ قلت له اشوفها تاتش. بس بقول لك يا زلمه الشيخ عم مجيد شحن من اول يوم. اقبل لك يا مولانا. انا بشحن. واحد ابو هاشم كان حاله واقف فقال لي ادعي لي، قلت له اسال الله يوقظ لك النائم. الحاج ابو احمد يا الله. طيب كيف يا شيخ حماد؟ مره واحد بيقول لي والله انت ما حتولد على جنة. قلت له هتدخلها بنسبة 5%. بس عوى على بكرة تعمل كده. عيب عليك، بكرة حاجه تصلوا ان شاء الله. بس يا حبيبي الله يبارك فيك. ويبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في الخير ويجعل منهما الكثير الطيب المبارك الذي فيه عز الاسلام والمسلمين. اللهم اجعل لهم من البركه ما جعلت لادم وحواء وامنه وعبد الله وخديجه ورسول الله وعلي وفاطمه الزهراء. اللهم اجعل منهما الكثير الطيب المبارك. اللهم اجعل منهما خير ما عندك وأدم بينهما بمآدم رحمتك واجعل بينهما مودة ورحمة كما كتبتها في كتابك وأمنتها لعبادك. واجعل لهم اللهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه دائما أبدا ما أبقيتهما. واجعل لهما خير ما عندك من الخيرية الكاملة التي وهبتها للحبيب الأعظم وأهل بيته وصحابته وسائر من تبعه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك وما لنا غيرك مستطرقين بابك بأعز أحبابك، فاقبل منا وتقبلنا منة منك لا وجوبا عليك بجاه القرآن العظيم وبسر صواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسائر التبع. الله على النبي الأمي الأممي الكريم السخي المهلول الفضي آله وصحبه وسلم. حصلت بارك أبو هاشم. الله يبارك فيك يا سيدي والله. ربنا يديمكم. والورد كان شوك من عاج النبي فتح سعيد يا نبي سعيد من صلى عليه اسحى. أبو هاشم أبو هاشم أبو هاشم الأمير 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 أنا كده خلفت يا سيدي.